فاطمة، فاطمة مختار حسن عسل. قولي لي ايه المشكلة بتاعتك؟ المشكلة بتاعتي ان انا كنت ساكنة لوقت زلزال، وبعد ما كنت ساكنة فيها اجى المحافظ طبعا هدينا على اساس ان احنا ناخد سكن. طبعا لما كنا في بلوك 9 بلوك 10 لما هدنا مجاي ادانا جوابات وقال لنا انتم مع الجزالة هتاخدوا بقى شقق. جانا رحنا ما سألش عننا، جانا رحنا عملنا حتت قدام المحافظة. اجا ام راح عامل محددين اللي احنا نشد قرعه في الاستاد، استاد بورسعيد، شدنا القرعه، بعد القرعه سلمنا الجوابات دي على اساس لنا سكن، بس ما حددناش امتى. احنا جينا نبص بعد السكن، ما قعدنا نستنى ان الشقه تتبنى طوبه طوبه وحيطه حيطه ودور دور. اجانا نروح نداعب حقنا بحقوقنا، لا قال ما عندنا، ما عنديش لكم حاجه، ولاجلنا هنا هنضربه بالجزم ومالناش ما عندناش لكم اي حاجه. ولما جينا بص لقينا العمايل بتاعتنا، العماره كذا، شقه كذا، منطقه كذا، جينا نبص لقيناها مش بتاعتنا. بعد ما احنا قاعدين نستناها سكنها لمين؟ سكنها الوقت بيقول لك انا هي مش بتاعتكم، وانتم مالكوش عندي حاجه، انتم مالكوش عندي حاجه. احنا عندنا الغلبان وعندنا الفقير وعندنا اللي بيشتغل اليوم بيومه، وعندنا اللي ساكن في المفروش، وعندنا اللي عيله مريض مزمن، وعندنا اللي توفى وساب ايتام. مطالبكم ايه يا فندم؟ مطالبكم؟ مطالبنا اللي احنا مش عايزين الا حقنا، ما بنطالبش الا بحقنا بس، مش عايزين اكتر من كده بس. وطبق قانون العشوائيات علينا، مش يطبقوا على ناس وعلينا احنا لا. يعني احنا في مننا نزل احقيه 321 واحد نزلوا احقيه واحنا اتلغينا. طب ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان واحد عامل سجل تجاري على شقه ابوه، السبب ان واحد شقه ابوه اتباعت وهو له يورث فيها، السبب ان واحده تشابه اسماء، هي اتجوزت متجوزه واحد غير جوزها تشابه اسماء واخد سكن قبل كده، السبب ان يكون واحد مهجر وامه وضعته في بلاد ثانيه، في بلد ثانيه، والسبب ان السن الكبير. انت عديتي 50، انت عديتي 51، يبقى مالكيش عندنا حاجه. امال انت ادتنا ده؟ العكس يكون ليك. انت ادتنا دي انا بعطل عن ايه؟ احنا عايزين نعرف هو نسر الجمهوريه ما بقالوش قيمه عندك؟ نسر الجمهوريه ده ما بقالوش قيمه عندك؟ احنا عايزين نعرف بس. عرفنا، عرفنا كان هو له قيمه عندك؟ لو له قيمه عندك سكننا، سكن الغلابه دول، سكن الغلابه. 19 نفر اخذوا مننا. هددكم بايه؟ هددنا لو هو احنا جانا هنا هيسجننا وهيلبسنا قضيه مش هنطلع منها. بياخد الحريم والرجال؟ يعني بياخد الحريم، واول ما تدخل الحريم من قلب باب المحافظه نيجي نبص تلاقيها طلعت من باب الوراني، راحت على اسم الشرق ومن اسم الشرق وبورسعيد على النيابه على طول، وبقت لها قضيه. نخلي اللي واقف يدافع عن حقه يخاف، يخاف ويربط لسانه. طب ليه؟ ربنا قال لك كده؟ من الاخر هم مخوفيننا. ربنا قال لك كده؟ فين؟ فين حقنا؟ فين حقنا؟ فين حق المصري؟ ده انا مصري، انا مصري، فين حقي؟